بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله محاضرة النهاردة هتكون عن التكس باي دكتور أمينة إبراهيم. إحنا اتفقنا إن إحنا في البارة هناخد الترم التاني جزء بروتوزوا وجزء إنتمولوجي. بالنسبة للجزء الإنتمولوجي إحنا قسمناهم لثلاثة كلاس: كلاس إنسكتا، كلاس أراكنيدا، كلاس كراستيشيا. التكس دي تبع أنهي كلاس؟ تبع كلاس أراكنيدا، أوردر أكاريما. دي صورة دي التكس. What is the tick؟ يعني بالعربي كده اللي هي الكراد. Is an arthropod, globular in shape, unsegmented, fused cephalothorax and abdomen. It is a blood-sucking arthropod, having no antenna or wings, having four pairs of egg in adults and three pairs in larva. Most part of it consists of hypostome, toothed hypostome, chelicera, and body bag. كل ده متشال على حاجة اسمها بيزيس كابيتولاي. يبقى البيزيس كابيتولاي فوق الهيبستوم تو شيليترا تو بيديفال، ده كله اسمه كابيتولام او فورس هيد. طب التكس سيبل من لوحده وفي من لوحده واقدر اميزهم؟ اه اقدر اميزهم. التكس انكلود تو تايبس: هارد تك وسوفت تك. هنبدا بالهارد تك. زي ما احنا لسه قايلين المورفولوجي بتاعها ايه؟ حاجة جلوبيلر او اوفويد، في حاجة اسمها فولس هيد اللي احنا قلنا اللي هو الكابيترم، اللي هو الماوس بارت متشال على البيز كابيترال، كل ده كله اسمه كابيترم او فولس هيد. طيب ده من قدام، ده من ورا هلاقي في ايه؟ هلاقي في ستون. بصي المارجن اس في ستون. طب امال ايه الاسود اللي على ده؟ ده اسكيوتم. اسكيوتم كفر الانتيريور دورتم الفيميل اند اول دورتم الميل. عشان كده انا اقدر في الهارد تك اميز الميل من الفيميل. من الايه؟ من السكيوتر. ايه السكيوتر ده؟ حاجة عبارة عن مادة كيتينية، عشان كده اسمه هارد تيك. خلاص احنا عرفنا هو شكله ايه. قلنا جلوبيلا البادي كله ان سيجمنتد، هي وان بيس كيفالوسوركس وارضهم كله وان بيس. اتجت ليها اربعة بير اوف ليج في حالة الادلت وثلاثة بير في حالة اللارفا. الماوس بارت الجزء اللي قدام ده اللي هو بيبقى ظاهر من قدام في الهارد تيك اسمه ايه؟ الكابيتولم او الفولس هيد. طيب الصوره دي مين؟ ادي الكابيتولم السكيوتم اهو مغطي الدرزم سيرفس كله، يبقى ده مين؟ هارد تيك. طب السكيوتم هنا مغطي الانتير بارت بس بتاع الدرزم، يبقى دي فيميل هارد تيك. طيب دي مش عليها حاجه خالص، مش عليها سكوتم خالص، يبقى حاجه اسمها ايه؟ سوفت تيك. اسمها كده سوفت، مش عليها ماده الكاتمين. ادي صورة تانية ليها اهي، ده الايه؟ التك. صورة للتك. امال ايه ده؟ ده توز هايبستون. الهايبستون هو جزء من الماوس بارت اللي بتبدأ تحطه في قلب الفيكتم سكن، هو ده يبقى توز. طيب احنا خدنا كده المورفولوجي بتاع الأدلت. الأدلت بتبدأ تحط لي ايه؟ اج. الاج دي شكلها ايه؟ اوفل براون ليد انلارج باتش. مين دايت افتر فيرتيليزيشن؟ الفيميل تبدا تفيد عن البلاد بتاع الخص بتاعها، وبعد كده هتبدا يحصل لها دروب اوف، تبدا تحط لي الايج لارج باتش. ادي بالنسبه للايج اهي، الايج دي هتهاتش وتطلع لي مين؟ هتطلع لي لارفا، وبعد اللارفا هتطلع لي مين؟ هتطلع لي النيف، وبعد كده يديني الادلت تاني، وهكذا ونكمل اللايف سايكل. اللايف سايكل دي بتاخد لها حوالي من 6 اسابيع لثلاث سنين، يعني طويله جدا. طب التيك هابيتات دي عايشه فين؟ زي ما احنا شايفين كده في الجراوند، في الحضاره، في الحشاش. طب انا باخد ليه التكس؟ ايه الميديكال امبورتنس اللي يخصني انا؟ بنقول التيك دي اول حاجه بتعملها حاجه اسمها ديرماتوزيس. احنا شايفين ادي الماوس بارت اهو، الماوس بارت بتاعها هتبدا يحصل له ايه؟ امبيدنج في الايه؟ في السكن بتاع الفيكتم بتاعها. اول حاجه تعملها لي حاجه اسمها ديرماتوزي، ده عباره عن لوكال انفلاميشن بيحصل في السايت اوف البايت، التيك بايت. دي تروما كوز باي انجرس ماوس بارت، انفلاماتوري انفلتريشن اوف تيشو، اوكي، بروديوسنج هيد ايه؟ اديما
اسمه هايبريميا وهيموريج. ادي صورة للدرماتوزس، شايفين هايبريميا اللي حصل، انفلاميشن اللي حصل مكان التيك بايت. ادي صورة برضو اهي، ادي التيك وادي مين الدرماتوزس، نفس الكلام، شايفين الانفلاميشن اللي حصل ده. ادي بالنسبة لادي هارد تيك، عرفت منين هارد تيك؟ ادي الكابيتران خارج منها هنا اهو، وادي الفيستونز هنا، ادي جميل. تاني حاجة في الميديكال اوبزور كان في اسمها اوتو اكاريوزس. يعني ايه اوتو اكاريوزس؟ ده بيحصل فيها ان التيك بيبدأ يدخل في الاير كنال، يبقى انفستيشن او في الاير كنال. طب ده يؤدي لايه؟ لسيفير اريتيشن. يبقى ادي التيك تبدأ تدخل في الاير كنال، تبدأ تعمل لي سيفير اريتيشن، اسمه ايه؟ اوتو اكاريوزس. يبقى خدنا الدرماتوزس وبعدين اوتو اكاريوزس. تالت حاجة عندنا حاجة اسمها تيك باراليسيس، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، حاجة فيتل ممكن تيجي كده. ده اللي احنا قلنا عليه اتفقنا اللي هو مين؟ هايبرستوم. التيك باراليسيس بتعبر عن اكيو بروجريسيف اسندنج موتور باراليسيس. كل كلمة مهمة جدا، اكيو بروجريسيف اسندنج موتور باراليسيس، ركز فيها قوي في الديفينيشن ده عشان لو جاك appear usually 5 to 7 days after the attachment. بعد ما التيك بيبدا يحصل امبيدنج في قلب التيشو او يبدا يعمل بايت للفيكتور بتاعه، خلال 5-7 ايام يبدا يحصل ايه الباراليسيس بروجريس رابيدلي، يبدا الحاله تسوء بسرعه جدا خلال 24 to 48 hours. Early signs may include change or loss of voice, hind limb incoordination. ده كان ده في الانيمال، hind limb ده coordination. Change in breathing rate, coughing, regurgitation or vomiting and pupillary dilatation. دي صورة دي البولس اللي بيحصل أو التيك باراليسيس اللي بيحصل. دي صورة الباراليسيس يبدأ يظهر لي نيورولوجيكال مانيفستيشن. طيب احنا في الميديكال اوبورتنس قلنا أول حاجة هيحصل درماتوزس، قلنا ده لوكال انفلاميشن از ذا سايت اوف تيك بايت. تاني حاجة قلنا هيحصل اوتو اكاريوزز ذا انفستيشن للاير كمان كوزنج سيريس اريتيشن. تالت حاجة هيعمل لي حاجة اسمها تيك باراليسيس اللي هو عبارة عن acute progressive ascending motor paralysis. رابع حاجة هيبقى vector some disease، يعني في ديزيز هتبدأ تتنقل في الهارد تيك. زي ايه؟ اول حاجة ناخدها حاجة اسمها ريكيتسيال ديزيز، ده انتوا واخدينها في المايك. الهارد تيك بتنقل حاجة اسمها ريكيتسيا تيكتياي وريكيتسيا كونوراي وبزيلا ديرنيتاي. كل واحدة من دول بتعمل ديزيز، يعني ده الأورجانيزم اللي الهارد تيك بينقله. طب الأورجانيزم ده بيسبب مرض ايه؟ بالنسبة لريكيتسيا ريكيتسياي تعمل لي أمريكان سبوتيد فيفر، بالنسبة لريكيتسيا كونوراي تعمل لي أفريكان سبوتيد فيفر، بالنسبة لفوبزيلا ديرنيتاي تعمل لي ايه؟ كيو فيفر أو كوين لاند فيفر. مهمة قوي عشان الام سي كيو. طيب دي ريكيتسيال ديزيز. تاني حاجة ممكن تنقلها بكتيريال ديزيز، زي عندي نوعين من البكتيريا ممكن ننقلها الهارد تيك. اول حاجة اسمها باستريلا تولرينسيس، باستريلا تولرينسيس انتوا برضه واخدينها في المايك، تعمل مرض اسمه توليريميا. والنوع والحاجة التانية من البكتيريا اللي ممكن تتنقل عن طريق التيك مهمة جدا، حاجة اسمها ايه؟ بوريليا بورجدور فراي، ده عبارة عن سبايروكيت، بتعمل لي ديزيز مهم قوي اسمه لايم ديزيز، هتلاقوا مشروح بالتفصيل في فوليوم 4. ايه اللايم ديزيز ده؟ احنا قلنا السبب بتاعه بكتيريال ديزيز اللي هو بوريليا بورجدور فراي. طب هنعجل البكتيريا ازاي؟ تتنقل عن طريق التيك، الهارت تيك. طب ايه الاعراض بتاعته؟ يبدا يحصل سكين ريش، سكين ريجنز، انسيما مايجرينز، تبدا حاجات بطش حمرا كده تبدا تظهر في الجلد، يبدا يحصل فيفر، يحصل لينفادروباثي، يحصل التهاب في المفاصل، ده مهم جدا، الارثرايتس والكارديتس والمنجيتس. انا اكتر حاجه كلمتين مهمين جدا اللاين ديزيز اللي هو السكين ليجن او الارثيما والارثرايتس، عشان ممكن يجي كيس ده سكين ليجن، ممكن يحصل سكين ليجن. يبقى احنا دلوقتي قلنا الديزيز هو فيكتور لبعض الديزيز. اول حاجه خدنا ريكيتسيا ديزيز، ثاني حاجه خدنا البكتيريا ديزيز، ثالث حاجه عندنا الفيروس ديزيز. هما تو فيروس نيجاتيف عن طريق هارد تيك، فيرال انكفاليتس
والحاجة التانية كولورادو فيروس اللي بيعمل لي كولورادو تيك فيفر، يبقى هما تو فيروس. طب بروتوزوال ديزيز ينقل لي ايه؟ ينقل لي حاجة اسمها البابيزيا، خدناها قبل كده، بتعمل لي مرض بابيزيوز، بابيزيا مايكروتي بتعمل لي بابيزيوز. ودي صورة اللي هي المالتيس كروس اللي احنا عارفينه كاركترستيكي بقى. يبقى احنا دلوقتي عرفنا دي فيكتور لبعض الديزيز زي ايه؟ أول حاجة قلنا الفيرال ديزيز، فيرال انكفاليتيس وكولورادو فيروس. تاني حاجة بكتيريال ديزيز، عندي نوعين من البكتيريا بيتنقلوا عن طريق الهارت اتاك، باستريلا تولورينسز اللي بتعمل لي مرض اسمه التولورينيا، وبوريديا بورجدورفراي ده نوع من انواع السبايروكيت بيعمل لي اسمه لايم ديزيز، قلنا ده مهم جدا. تالت حاجة قلنا البروتوزوال ديزيز زي البابيزيا. رابع حاجة ريكيتسيا ديزيز، خدنا ريكيتسيا ريكيتسيار بتعمل امريكان سبوتد فيفر، ريكيتسيا كونوراي بتعمل افريكان سبوتد فيفر، وجزيلا برنتاي تعمل كيو. طيب ازاي الهارد اتاك بينقل الامراض دي؟ ايه الميكانيزم اوف ترانسميشن؟ انا عندي هنا الاورجانيزم وات ايفر بقى البكتيريا الفيروس هيبدا يخش جوه مين؟ التيك، يحصل له مالتيبليكيشن وبعدين يبدا ينزل في الفيزز. يبقى اول طريقه كونتاميشن اوف سكين ابريجن باي فيزز، بعد كده ممكن يتنقل عن طريق السلايفا اذا بايت وومز. يعني دلوقتي التيك هيبدا يعمل بايت لشخص ما، هيبدا يعمل انجكشن سايد، السلايفا دي ممكن تحتوي على الاورجانيزم، او هيحصل كونتامينشن للوند بالفيز بتاعتك برضه هينقل للاورجانيزم. ثالث حاجه اللي هو ترانز اوفيريان ترانسمين، ترانز اوفيريان يعني عن طريق الاوفيريان ينقل للاوف سبرينج بتاعه، يعني مش كفايه الادلت بس عنده، لا وهيبدا ينقل للاوف سبرينج بتاعه. يبقى المود اوف انفكشن عندي ثلاث حاجات، كونتامينشن اوف سكين ابريجن باي فيزز او السلايفا ذا بايت وورم، وثالث حاجه اللي هو اوفيريان ترانز. دي صورة للرش اللي بيحصل في اللاين ديزيز. امال ايه ده؟ عبارة عن هيفي انفستيشن للتك بتاع دوت، لان التك مش بيأفكت المهم بس هم الانيمالز. امال مين ده؟ ده سبايروكيت بتاخدهم في البكتيريا اسمه بوريديا بودرفلاي، بتعمل لي حاجة اسمها اللاين ديزيز اللي هي بتتميز بحاجة اسمها اريثيما مايجرين، اهي اريثيما بطش حمرا تبدأ تظهر في حتت مختلفة مايجرين. طيب بعد التك انا باخده لانه بينقل لي شويه امراض، بينقل لي بكتيريا وفيروس وبروتوزوا كتير، هو نفسه ممكن يعمل لي تك باراليسيس، ممكن يعمل لي اوتوكاريوزيس، ممكن يعمل لي درماتوز. يبقى انا لازم اعمل له مانجمنت كنترول. اول حاجه هعمل لك كيرفول سيرش اوف التك ان بيرسونز اكسبوزد تو انفكتد اريز، هدور على التك. يعني مثلا جه واحد دلوقتي التك باراليسيس، اول حاجه هعمل له ايه؟ يعني انا واخده الكلينيكال بيشو بتاعتي هدور على التك، هدور خاصه لو هو عنده هيستوري ان هو راح في حته انفكتد، ماشي هدور على التك خاصه في البيتوسيس خالص. يبقى اول حاجه كده في السيرش اوف التك، ادي التك. طيب انا لقيت التك خلاص هعمل لها ايه؟ اشيلها ازاي؟ هعمل ابلاي، احط عليه كلورفول او ايثر او كيروسين او بلوينج ماتش او سيجل، كل ده عشان اعمل لها باراليسيس. يبقى انا هبدا اعمل باراليسيس لمين؟ للتك. وبعد كده هبدا اعمل له ريموفال باي جينتل كراكشن، لازم اشيلها بروحها خالص. ليه بقى؟ عشان افويد ان يحصل بريكنج اوف للكابيترال داخل السكين، وهو الكابيترال ده هو بيحمص بقى تحت عرض لايف. طب انا لو شلت الاورجانيزم وسبت الكابيترال، ما التوكسين كلها موجوده والسايبر موجوده، يبقى الكيسها الثانيه مش هتتحسن. يبقى لازم اعملوا ايه؟ اعملوا جينتل تريكشن. ممكن اعمل سبرينج انسكتسايد، ارش مبيد حشري، طبعا هيبقى غالبا فين؟ في الاماكن اللي هي انفستد زي الانفستد جراوند، زي الهاوسز، زي الانيمالز. ممكن الهيوم يستخدم ايه؟ ريبلانت اللي هو طارد الحشرات. ويرنج هاي بوت اند كلوزز تريتد ويز ريبلانت، يبقى انا هستخدم حاجه طارده للحشرات واستخدم كلوزز تغطي جسمي انها تحميه من الحشرات. ادي دي صوره للريموفال بتاع التك. استخدم لي ايه؟ فاين تيبد تويزر، ماشي، او هستخدمها بتيشو، يعني او هبدا اعملها ريدكشن بتيشو. مهم جدا ان انا اعمل ايه؟ افويد ريموفينج التكس ويز بير هاندز عشان ما تعمليش انا الرجي، ماشي. تاني حاجه هبدا اعمل جراسبنج لمين؟ للتك، جنتل ويز جنتل تراكشن ويز سي دي upward pressure
ماشي. don't twist or jerk the tail. this may cause the mouse part to break off and remain in the skin. يبقى انا لازم عشان وانا بشيل التك انا بعملها براوسز الاول، ماشي، بالايسر بالكلوروفورم بالسيجاريت، وبعد كده هعملها جيل كونتراكشن عشان تاخد بالراحه وانا استيدي، مش هعملها اي تويست او جيل بلاي. انا كل ده بحاول ان انا ما اعملش يعني بريكنج اوف للكابيتال داخل السكن، ما اسيبهوش جوه. ادي صوره للاتراكشن بتاعها كابل كنترول. هعمل ايه؟ لازم اعمل دستروي هذه بدك عشان موجوده في الجراوند في الاماكن دي، هبدا اعملها دستروينج للهابيتات بتاعها وابدا اعمل سبرينج للايه. طب بالنسبه للشخص، لا الشخص يبدا يدي سبير لايت كلر كلودينج، ممكن يبقى عليها ريبلانت وايه لايت الريبلانت في مطار الحشرات، هيبدا يغطي جسمه كله والجزء اللي ظهر هيبدا يحط عليه ريبلانت. احنا اتكلمنا ان التك في نوعين، عندنا هارد تك وسوفت تك. خلاص خلصنا كده الهارد تك. طب السوفت تك عامل ازاي؟ السوفت تك، السوفت تك هو مش هيختلف كتير عن الهارد تك، هو من اسمه سوفت بس مو سيرفس، ما عندوش سكيوتر اللي احنا قلنا ان هو موجود فين، موجود في الهارد تك، عشان كده اسمه سوفت تك. الهارد تك كان فيه كابيتولا فيزيبل صح؟ لا هنا في كابيتال برضه بس موجود على الدورزا على الفينترال سيرفس، مش هشوفهم الدورزا، هيبقى نوت فيزيبل دورزا. طيب هناك كان في فيستون صح؟ هنا مفيش فيستون، يبقى هنا بشوف الكابيتال من على الدورزا سيرفس وبشوف الفيستون بوستيريلي، هنا الكابيتال نوت فيزيبل ومفيش فيستون. طب في سكيوتال؟ لا مفيش سكيوتال. طب انا كده اقدر افرق ده ميل او فيميل؟ لا هو سيبر سكس بس مش هقدر افرق الميل من الفيميل. ليه؟ لان الجزء اللي كان بيتعمل في التفرقه مش موجود هنا. برضه هتبدا تحط لي ايه؟ القطط هيبدا يحط لي ايه؟ في جروس. بعد كده الايج دي هتبدا تطلع لي مين؟ اللارفا. اللارفا بيبقى فيها 3 بيرز اوف دي ايه؟ دي ادلت سوفت. ادلت ليه؟ لان فيها 4 بيرز 6. طب ليه سوفت؟ لان الكابيتال مش ظاهر هنا، مش خارج من الجزء ده، هو موجود اهو على الفينتر سيرفيس ومفيش فيستونز كتير. ادي برضه السوفت تك صورة للسيك. الاكس بتاعتها هتبقى زي اللي فات اوفال براونش. طب بالنسبة للنرفة بتاعتها هدي، لا هنا بقى هيبقى في حتة مهمة اوي، النرفة بتاع الهارد تك والسوفت تك لسه مقدرش الناس من بعض، ليه؟ الاتنين الكابيتال مبين، يبقى انا الادلت هو اللي مش بيبان فيه الكابيتال من على الدورزال سيرفس، انما اللارفا بيبان. طب انا اعرف منين ان دي لارفا؟ لا 3 بيرز اوف لين، ماشي. طيب بعد القطر طلع مين؟ النيرف. النيرف اللي هو بالعربي كده اسمه الحوريه، بتبقى زي شبه بالظبط القطر بس بيبقى سهوله شويه اصغر في الحج وسيكشوال ماتيور. هذا اللايف سايكل زي الثانيه بالظبط. هذا القطر هيبدا يحط لي الايج، ليه هتبدا تاتش تطلع لي النرفه والنرفه تديني النيرف والنيرف بعد كده تديني الاضافه بتاعتك. ايه الميديكال امبورتنس بتاع الهارت اتاك؟ نفس الميديكال امبورتنس بتاع الهارت اتاك اللي هي ايه؟ اول حاجه انيميا، ديرماتوزس، تيك باراليسيس، اوتو اكاريوزس، بالظبط نفس الحاجه اللي في الهارت اتاك. اهي الديرماتوزس قلنا عباره عن لوكال انفورميشن بيحصل فيه السايد مكان التيك بايت، السبب بتاعه بيحصل طبعا في هايبريميا وإديما انفلاميشن في المكان ده. قلنا السبب ايه؟ لان في موز بارت موجوده في النوم بتقلنا نتيجه الصلايب وساكن بتكتري الانفكشن. طيب التاني حاجه التيك باراليسيس قلنا هو اكيوت صح؟ اكيوت بروجريسيف موتور باراليسيس اسندنج موتور باراليسيس بيحصل في مين؟ ممكن يحصل في الهيومن، في الدوب، في الكاتل، في المامل، في اي موز ثانيه. امتى؟ ما بيحصلها بايتنج بالتك نير ذا بيزل سكال، اخطر مكان هو نير ذا بيزل سكال، السكريبت بتبقى اعلى، كل البروجريسيف بيبقى بروجريسيف جدا، انما لما بيكون في سايد بعيد شويه بيبقى المانيفستيشن اقل شويه. البراسيس دي بيحصل لنا فيها التوكسين اللي بتطلع بمين؟ من سليفري جلاند باي انجورج الادلت في مين؟ طب ازاي اعالجه؟ لازم اشيل مين؟ البراسيس. طيب تاني حاجة، تالت حاجة قلناها مين؟ الأوتو أكاريوسيس ده عبارة عن انفكشن للإير كمان بيؤدي إلى. طيب يبقى احنا أول ثلاثة
ديزيز بيحصله بالهارت اتاك هما نفسهم اللي بيحصلوا في السوفت اتاك. فالفيكتور اوف ديزيز بقى هنا بقى هنختلف ايه الديزيز اللي ممكن ينقلها ايه السوفت اتاك. اول حاجه بيعمل لي حاجه اسمها انديميك لابسنج فيفر. انديميك لابسنج فيفر ايه الاورجانيزم اللي يعمل لك حاجه اسمها بوريليا ديتوناي. يبقى اول ديزيز انديميك لابسنج فيفر بوريليا ديتوناي. ثاني ديزيز ممكن يعمل لك كيو فيفر زي الهارد اتاك اللي هو مين كوبتيلا فيرميتاي. يبقى هنا فيكتور هما اتنين ديزيز بس اللي هنعرفهم انديميك ريلابسنج فيفر وكيو فيفر. طب الديزيز دي بتتنقل ازاي؟ ادي الاورجانيزم هيبدا يخش الجهاز بتاع السوفتيك هيبدا يطلع يا اما في السليمري جلاند تيجي التيك تعمل فايتنج سيستم بتاعها يحصل ايه انجكشن سلايد فيها الاورجانيزم او عن طريق ترانز اوفيريان تنقلها للاوف سبرينج بتاعتها. او اخر حاجه عندي مين بقى اللي هي كونتمنيشن للوند والابريشن بالنيل بالكوزا فلويد. يبقى انا عندي المود اوف انفكشن عندي ثلاثه من قدام عن طريق السلايفا تنقل انجكشن في الوايت وند او بيحصل كونتمنيشن للوند بالكوزا فلويد او هي تنقلها للاوف سبرينج بتاعتها ترانز اوفيريان. يبقى نقول تاني ميديكال امبورتنس اوف سوفت تك انيميا درماتوزيس بيك باراليسيس اوتو اكاريوز زي مين زي الهارت اتاك. الفيكتور اوف ديزيز عندي اثنين ديزيز هيتنقلوا سواء بالبايت او بالكوكتيل فيلم. ايه هما الديزيز دول؟ كيو فيفر الاورجانيزم اللي يعملها اسمه ايه بكيسي فيرميتاي. والديزيز الثاني انديميك ريلابسنج فيفر مهم قوي الاسم ده انديميك ريلابسنج فيفر ودي بيبقى فيها تيجي كتير او في ام سي كيو كوزد باي بوليا ديتوناي. الترانسميشن اوف ديزيز في الهارد اتاك وفي السوفت تك. بالنسبه للهارد تك هتنقل عن طريق مين؟ سترايف. السوفت تك هتنقل عن طريق سترايف. ايه الهارد تك هتنقل ترانزوفيري السوفت تك هتنقل ترانزوفيري. الهارد تك ممكن تعمل كونتينيشن ريجن بالفيسز بتاع الهارد تك الكوزا فيلم. دلوقتي هنبدا نتكلم عن موضوع تاني هو احنا اتفقنا ان الانتمولوجي عباره عن هنشرح فيه ثلاثة كلاسز كلاس انسكتا كلاس اراكنيدا كلاس كراستيشيا. انسكتا اللي هو مين احنا خدنا فيه قبل كده الموسكيتوز وخدنا الفلايز وخدنا الفليز بقينا فيه حاجتين اللايس والباك اللي هنشرحه دلوقتي هو اللايس. مين اللايس يعني ايه بالعربي كده اللي هو ايه اللي هو القمل. لايس انفكتنج المان. ايه انواع اللايس اللي انا اعرفها عندي ثلاثة بيديكولاس هيومانس كبير بيديكولاس هيومانس كوربوريس وسايرس بيوبس. فانا عندي نوع اسمه بيديكولاس ونوع اسمه سايرس بيوبس. البيديكولاس ممكن يأفكت الهيد اسميه بيديكولاس كبير واللي يأفكت البادي اسميه بيديكولاس كوربوريس. طب السايرس بيوبس اسمه بيوبيكلاوس. دي صورة دي الهيد والبادي لاوس بيبقوا تقريبا شكل بعض في اختلافات بسيطة جدا ما بينهم. ادي الميل هلاقي خارج منه هنا الايديفنت الكلام ده هناخده في المورفولوجي في العملي. وادي الفيميل هلاقيها منشر بالستيرويد. شايفين الكلو ده اللي بيساعده على هو يعمل جراسبنج للايد للهيرشيب ماشي. ده مين ده البيدوكلاس ده في هيد وصورة صورة. طب دي مين بقى دي كومبريز فيها كفاله صورة صورة سؤال من الكومبريز مع بعض ده سايرس بيوز برضه شايفين الكلو مكمل ساعتها ان هي تبقى تشديد اللي هي راوند البوستير اند. وعندي هنا وان بيت ده مين. طب اللي عندها اربع بيت وهي نوتش البوستير اند يبقى تخين. هناخد الكلام ده بالتفصيل فين في العام. اللايز دي بيرمننت اكتوبرازايت يعني ايه اكتوبرازايت يعني بتعيش عليه من فضل. بيرمننت يعني لو نزلت عنه تموت يعني اللايز لو وقعت من الهيد تموت. بيرمننت اكتوبرازايت بيحصلها سبريد امتى اثناء الايه الشتاء الموجوده اكتر في فصل الشتاء. بتعمل لي على ايه بتساعد لي على سبريد الابيديميكس يعني لو في طبعا بتنقل ديزيز في ديزيز بتنقل على طريق لو سبور ديزيز طبعا مع الاوفر كلاود بتعمل لي ايه سبريد الابيديميك. بتنقل عن طريق هي موجوده في الهيد فممكن تنقل عن طريق الكومز الفراش الهاد موجوده مثلا في البادي تنقل عن طريق الكلوز.
الكلام كله في مين؟ بادي لوز. طب الهيد لوز تعمل حاجه؟ لا، ممكن كل تعمل شويه اريتيشن اتشنج، انما تنقل الديزيز لا. مهم برضه عشان ام سي كيو ان الديزيز بتبقى عن طريق البادي لوز وليس الهيد لوز. طيب بعد كده عندنا مين؟ سايرس بيوكس. وعرف يعني ايه فاجابون ديزيز. بعد كده سايرس بيوبس، اسمها كده بيوبس، تبقى موجوده في البيوبك ريجن، بس البيوبك ريجن بس لا، حتة تانية. يبقى بتبقى اتاج في البيوبك هير، الاكزيلاري هير، والاي ليشن. هتشوفوها حالات في الرمض، الناس اللي هي الباد هيجين قوي يجي يقول لك انا شايف حاجه في الفيلم بتاعك بتتحرك، يجي يبص على الاي ليشن يلاقي مين؟ يلاقي اللوز. بتعمل حاجه اسمها بليفرايتس، يعني التهاب في المارجن. ادي الصوره ليها، موجودة في الوش. طب احنا قلنا من شوية ان البادي لوز بتنقل لي حاجة اسمها حمى الخنادق اللي هو الترينش فيفر، صح؟ يبقى عامل ازاي الترينش فيفر؟ ده السيمتومز بتاعته ايه؟ بيبقى فيه فيفر، هو الترينش فيفر يبقى فيه فيفر، ريلابسنج سيمتومز، ماشي؟ في ماسل ايك، في بين وعين صقال، في سيفير هيدك، في جوينت بين، في ماسل بين، في جوينت بين، في هيدك، في اي بين، في هيباتوسكلين ويجن، ماشي؟ دي صورة لللايف هانجينج من الجوانب، لايف، بس في الهرشات، وهذه الطفش، يعمل اتشنج، السكين ليجن، لايف، لايف، اتشنج. امال ايه ده؟ ده النت اللي هو مين؟ الاكس بتاع اللايف. طيب ازاي اعمل كنترول للايف؟ اول حاجه انا عندي البادي لابس بتأفكت البادي، بعمل ايه؟ بعمل باسنج، صح؟ والكلوز تعمل ايه؟ تعملها بويلنج، يبقى باسنج عند بويلنج اوف كلوز. طب الهيد لو حاجه موجوده في الهيد هبدا اعمل لها ايه؟ هعمل سبراي للهيد بحاجه اسمها لايف هيد. طيب سيب ده موجودة في الصيدليات فعلا نفس الكلام. طب ايه الاسم العلمي له؟ هو سنسيتيف بايريس. يبقى الهيد لوز هعمل سبراي باللايسيد او سنسيتيف بايريس. طب البيوبيك لوز ازاي بعمل كنترول اللايت؟ قلنا الاول بادي لوز، خلاص عرفنا الهيد لوز عن طريق سبراي لايسيد. بعد كده البيوبيك لوز تبقى قلنا موجودة في البيوبيك ليجن، اقوم اعمل ايه؟ بويلنج الاندر ويف، اعمل شيفنج للبيبك والاكزيلاري هير. طب موجوده في الاي لاشز، اعمل لها ريموفر بفورسبس، احط اوينتمنت اسمه هيرو اوكسيد اوف ميركري اوينتمنت. يبقى لو موجوده في البيبك ليجن هبدا اعمل بويلنج الاندر وير، هعمل شيفنج للهير سواء في البيوت او في الاكزيلا. بعد كده لو موجوده في الاي لاشز هبدا اعمل ريموفر بالفورسبس، وابدا احط اوينتمنت اسمه هيرو اوكسيد. دي صوره للبيدوكراسيومانس كافيتس في اللوز، ودي الليجن اللي جنبها. وعرفنا برضه يعني ايه فاجابوند ديزيز، وعرفنا ازاي نعمل كنترول للمرض. بعد كده هناخد حاجه اسمها الباك عشان اكمل كلاس انسكتا. خدنا اللايف، هنبدا ناخد مين؟ الباك. الباك اللي هو بالعربي كده اسمه الباك، هو ايه؟ بق الفراش، حشره الفراش، بيت باك. ادي صوره ليها، ناخدها في العمل بالتفصيل. ادي الميل في الايدج الخارج اهو، الفيميل لا، الاقي في البروبوز. ادي صوره ليها اهو موجوده في الكريت، صوره ليها اهو موجوده في البيت ماتريس. شايفين الحشره؟ احنا بنقول بيت ماتريس او بيت باز، بتبقى هي موجوده في ايه؟ هي حشره الفراش، فهتبقى موجوده على البيت. اللي فات الناس احنا قلنا بيرمننت اكتوبرازايت، اكتوبرازايت عايشه من بره على الهوست، بتعمله في ستيشن من بره. طيب التاني كانت بيرمننت، لو وقعت عنه تموت، لا هنا تنفر، بتزور الهوست بتاعها، تاخد منه البلاد ميل وتمشي. يبقى فيد اونلي اون بلاد، يبقى تنفر الاكتوبرازايت وفيد اونلي اون بلاد. امتى النكتورنا؟ مش احنا بنقول
حشرة الفراش بس تيجي بالليل واحنا نايمين يبقى دكتور نرجسي ده ليها كده في أوضة. أدي صورة للساينس أهي موجودة على السكين، وأدي صورة للسكين ليشن برضو احنا بنزيتها ليه، يبقى اكيد هي بتعمل لي مشكلة. ايه هي المشكلة اللي بتعملها؟ بريزيستنت بايتنج باي نايت كوز انسوميا اند نيرفس اريتابيلتي، تخلي الشخص اللي بيبقى البيت بتاعه فصل ما بيعرفش ينام طول الليل. تاني حاجة ميكانيكال كاري اوف هيومن ديزيز، بتنقل الديزيز ميكانيكال لم يثبت حتى الان ان هي بتنقل ايه، ان هي بيولوجيكال او لها اي دور. ميك ترانزميت هيباتيتس بي فايروس، طيب ازاي اعمل لها كنترول؟ ايه اشوف الاماكن اللي هي موجوده فيها واعمل لها ايه انسكتسايد، هبدا اعمل سبراي ارش مين الانسكتسايد هم بجد الحشرات. طب انا شفتها شايفها بعيد هعمل لها كولكشن ديستراكشن. طيب بنا الباص اتكلمت اول حاجه عن حاجه اسمها البيت باج، وقلنا حشره الفراش بتعمل لي انسوميا وسيفير ارتباتي بتلاقي ان احتمال تكون بتعمل لي هيباتيتس بي ديزيز ميكانيكال، عامله لها كنترول ازاي بالانسكتسايد والديستراكشن. طيب في نوع تاني عندنا من الباج اسمه الوينج باج، اللي فات ده البيت باج ملهوش وينج ماشي، انما الباج ده وينج بلو وينج فاسمه وينج باج. خدناه قبل كده لو تفتكروا في التربانسوما كروزي، لو حد مذاكر التربانسوما كروزي خدنا الوينج باج. الهيد بتاعتها بتبقى لونجيتد كده عامله زي النوز، فسماها كون نوز او الاسم الثاني كيسنج، ليه؟ لانها بتبايت في الفيس او السيسي او باربرز باج لانها بتبقى في الفيس برضه. دي تمبوراري اكتوبراسايت زي اللي فات، واحنا قلنا اتفقنا ان الباج بيزور الهوست بتاعه ياخد البلاد ميل بتاعه ويرجع تاني، فتمبوراري اكتوبراسايت. النيم فول ادلت ار بلاد سفر، يعني بتغذوا على مين؟ البلاد. برضه نفس الكلام الادلت تقدر تدي ايه واللي ايه تدي لارف، والمرة تبقى تدي مين؟ تدي نيم. مين اللي بيتغذى على البلاد؟ النيم فول ادلت ماشي، هيتغذى على البلد امتى؟ النهار ولا بالليل؟ لا نكتورنال طبعا، احنا قلنا كون نوز وباربرز وكيسنج، يبقى نفتكر ان هي بتأفكت مين؟ الفيس وزنه مين ماشي. ميديكال امبورتنس مهمة جدا جدا جدا، هو بينقل مرض اسمه تربانسوما كروزيس، ده بروتوزوال بيعمل حاجة اسمها ايه؟ تربانسوما. تمام، مرض اسمه ايه؟ الشجر. دي صورة للرمانة صغيرة، لما تيجي تعمل بايتنج من هنا فبيبدأ يحصل انفلميشن وإديما في ناحية واحدة من العين، سموها رمانة صغيرة. ميديكال امبورتنس قلنا ده بينقل كمان صورة، طب بينقلها ازاي؟ الميكانيزم اوف تريبانسوما كروزي ترانسميشن، ازاي بقى تريبانسوما كروزي بتتنقل؟ عن طريق ترياتوما او الوينج باج. الانفكتد بيرسون هيبقى موجود الفورم اللي موجود في البلاط بتاعه هو التريبو ماستيبوت، اللي هو الصورة دي الشكل ده التريبو ماستيبوت. تبدأ تيجي للايه؟ الباج تاخد البلاط ميل بتاعت الانفكتد بيرسون تاخد معاه التريبو ماستيبوت، هيبدأ يتحول لجواه الفورمز كتير داخل الجهاز، تتحول لإيبي ماستيبوت، والإيبي ماستيبوت هيبدأ يحصل له تشينجينج ويتحول طول ما أنا as the pass more distorly هيبدا يحصل ايه؟ سايكل بروباجيشن. يعني ايه سايكل بروباجيشن؟ سايكل بيبقى بيحصل ديفلوبمنت للاورجانيزم والبروباجيشن بيزيد في العدد، يبدا هيحصل بروباجيشن يحصل مالتيبليكيشن للاورجانيزم داخل الجلد بتاع الترياتوما، وهيبدا يحصل تشينجينج في المورفولوجي، هي كانت واخده مين؟ تريبوماستيبوت. هيبدا الشكل النهائي يبقى شورت ستامب، شورت طمبي ميتا سايكل كتيبو مستبوط. فعندي الصورة دي اتخدم اليوم، الصورة دي الصورة النهائية اللي هيحصل لها هتبقى موجودة في البط اللي هي شورت ميتا سايكل كتيبو مستبوط، هي دي الفكتب استيج. هتبدأ تفاني الشخص ازاي، هيبدأ يحصل عدوى ازاي عن طريق بستيرو استيشن كونتامينيشن بالفيس بتاع البط بتاع البط دي الوند بايت، يبقى هيخاد كتيبو مستبوط، هيبدأ يحصل جوه سايكل بروباجيشن يعني هيحصل مالتيبليكيشن وهيحصل ديفلوبمنت. الشكل النهائي اللي هيتدوله اللي هو مين؟ شورت ميتا سايكل تريبو مستوت اللي هو الانفكتد ستيج. طب هيتنقل ازاي؟ عن طريق بوستيريو ستيشن، ادي شورت ستامب ميتا سايكل تريبو مستوت ستيشن، هيبدأ ياخد معاه الفيس بس كونتينيشن مهم او كلمه اللي هو بيحصل سايكل بروباجيشن ترانسميشن.
مهم أوي إن إحنا نعرف إن هو بوستيريو ستيشن، مهم أوي نعرف إن الفيتال ستيشن هي شو أصلا من تصحيح الكريبو وإن سواء كان المرض ده بتاعنا إحنا وظيفة البروتوزوا، وأدي الحشرة عندنا خدمة وفعاليات بنذاكرها.